طيب دلوقتي تعالوا نروح ونتابع مع حضراتكم برنامج ختام فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، واللي تضمنت مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية وأيضا الفعاليات الفنية. في الختام كمان اتنظم حفل إعلان جوائز وافتتاح معرض مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي. على مسرح الهناجر بدور الأوبرا المصرية أقيمت فعاليات ختام القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي، واللي تضمن على مدار عام أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية متنوعة بتعكس تفرد العاصمة المصرية العريقة. دخلناها بسلام آمنين، وها نحن نوشك على الوداع فنخرج شاكرين ممتنين. الحفل تضمن عرض لفيلم تسجيلي عن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ده غير افتتاح معرض مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي ومعرض بتنظمه دار الكتب والوثائق القومية، وكمان تضمن الاحتفال توزيع جوائز على عدد من الفائزين. حصل جائزة تشجيعية عن صورة بيت المعمار، والصوره دي ان احنا كنا خدناها في توقيت بعض الدور كانت مايله الشمس فيه وجسدت الشدوات بتاعه المبنى كلها عليه، مقارنه مع بيت المعمار مع وجود المآذن الموجوده ورا السلطان حسن ورفيعي. طبعا ان الصوت ان تكون من ضمن الحاجات اللي هي في وسط الصور الكذب دي كلها تبقى موجوده، ده شيء شرفني ان انها تبقى صوره مميزه وتاخد جائزه تشجيعيه. طلعت بالمركز الثالث في جائزه في معرض تراثي، مبسوطه جدا بصراحه ان انا شاركت في المعرض ده. الصورة بتاعتي كانت في منطقة الدرب الأحمر عشان أنا بحب أنزل فوت ووكس قوي في المنطقة دي بصراحة، فهناك في باب زويلة المأذنة بتاعته بتبين المنطقة من فوق خالص، فوأنا طالعة المأذنة كان في شباك مبين جامع المؤيد شيخ، فبصراحة كانت صورة فظيعة يعني، ومبسوطة قوي بمشاركتي يعني في المسابقة. حين تكون القاهرة عاصمة للثقافة فلا خلاف بأن القاهرة ستتميز ليس فقط بثقافتها ومثقفيها ومفكريها، ولكن أيضا بما تحويه من تراث يجسد العالم الإسلامي وحضارة العالم الإسلامي الممتدة منذ قرون. وجسدت أيضا القاهرة عاصمة الثقافة برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي الجديد الذي بدأت اليسسكو من عام 2022. تم اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة باعتبارها من أهم المدن التراثية وأكبرها في العالم، لأنها بتضم عدد كبير من الآثار من مختلف العصور الإسلامية. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر.